أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، طلابنا الأعزاء، وكل عام وأنتم بألف خير. سنتناول في هذه الندوة الحوارية لطلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي الوحدة الخامسة وبعض المهارات التي درسها الطالب خلال العام الدراسي. ولكن اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفية في هذه الندوة الحوارية، الآنسة فادية قمر الدين، المدرسة في تربية حماة، وأيضا المدرس نزار علي، المدرس في تربية اللاذقية. أهلا وسهلا ومرحبا بكما. كما نجيب عن الأسئلة التي تودون السؤال عنها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. زملائي الآن طلابنا يعني توقفوا عن الدراسة في مدارسهم وانقطعوا للدراسة والتحضير للامتحان. يعني دائما نسأل كيف يحضر الطالب أو كيف يدرس مادة اللغة العربية، يعني ماذا يدرس وكيف يدرس؟ نبدأ من عندك أنسة فادية، تفضل. نعم، بداية نوجه التحية لطلابنا الأعزاء الذين شارفوا على نهاية العام وهم مقبلون الآن على الامتحان النهائي. بداية يجب على الطالب أن يكون قد درس المنهاج بأكمله، نعم، من بداية الكتاب إلى نهايته. كما اعتاد الطالب يجب أن يبدأ بدروس القراءة التمهيدية، يجب أن يدخل إلى وحدات الكتاب من خلال هذا المدخل. فالطالب يجب عليه أن يقرأ ويفهم مضمون الوحدة من خلال درس أو دروس القراءة التمهيدية التي وضعت مدخلا لكل وحدة من وحدات الكتاب. يفهم ما تضمنته الوحدة. فعندما كتابنا يبدأ بأدب القضايا الوطنية والقومية، فيجب أن يقرأ ويتمعن في درس القراءة التمهيدية وعما تتحدث هذه الوحدة من خلال هذا المدخل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة النصوص الأدبية. يفهم عما تتحدث هذه النصوص، يفهم معاني الأبيات فهما دقيقا. هذا الفهم الدقيق الذي سيوصله إلى الإجابة عن كل سؤال من الأسئلة التي تأتي في نهاية العام أو في الأسئلة الامتحانية أو بعد كل قصيدة من القصائد في صفحات الكتاب. إذا فهم الطالب الفهم الدقيق لهذه القصائد استطاع أن يجيب عن أي سؤال يمر عليه إما بورقة الامتحان أو في صفحات الكتاب، وأن يتقن المهارات الفنية وأن يحسن تطبيق قواعد اللغة على النصوص الأدبية، وأن يحاول أن يتدرب على نماذج وأوراق عمل تناسب هذه القصيدة، أي يفهم القصيدة فهما عاما، وأن يحسن الإجابة عن أي سؤال من أسئلة المستوى الفكري والفني، ويتعامل مع القصيدة بكل مهاراتها، أن يطبق على هذه القصيدة أي سؤال يمكن أن يتعرض له أو ورد في الدورات السابقة. نعم، أنتقل لك أستاذ نزار، يعني ربما لديك شيء يعني تكمله. يعني لن أضيف كثيراً على ما ذكرته الزميلة فادية، ولكن أريد أن أشدد على فكرتين أساسيتين. الدرس التمهيدي في كل وحدة. الدرس التمهيدي في كل وحدة هو المدخل. نعم. من يقفز فوق الدرس التمهيدي فإنه لن يفهم شيء فيما تبقى من هذه الوحدة، فعلينا أن نركز على الدرس التمهيدي بشكل جيد، هو مدخلنا كما قالت الزميلة إلى الوحدة، ومن ثم ننتقل إلى بقية النصوص. الأمر الثاني، يعني أستاذ نزار، يعني ما الذي نستفاد منه من قراءة التمهيدية؟ يعني ربما بعض الطلاب يسأل، يعني نحن ندرس القصائد قصيدة بعد قصيدة، يعني ماذا تفيدنا القراءة التمهيدية؟ لا بد لنا من القراءة التمهيدية، هي مدخل الوحدة، هي عنوان الوحدة، هي يعني ماذا يقرأ بها؟ يجب أن يدخل إلى جميع فقراتها مفرداتها. سأطرح مثالا بسيطا عن الأدب الاجتماعي الذي سنتحدث، نعم، عنه في هذه الندوة. قبل أن تبدأ، يعني الآن تحدثت الآنسة فادية وأيضا أكملت أستاذ نزار، يعني القراءة التمهيدية قلنا هي البوابة التي نمر بها إلى القصائد الموجودة في، نعم، الوحدة، يعني وبإطارها العام نفهم ما في هذه القراءة التمهيدية
من معاني من مفردات قد تفيدنا في كثير من تحقيق ما يتطلبه أو ما تتطلبه منا الوحدة، مثلا الفهم العام للقصائد، أيضا في أبيات موجودة في القصائد يعني ربما يستفاد أيضا منها الطالب ويفهم ما المغزى منها أو ما المقصود منها. أيضا ربما هناك بعض يعني مثلا مثل السمات مثل الخصائص، نعم، يجب على الطالب أن يتقن هذه الأمور، وكله يعني يمكن أن يصبه الطالب في درس التعبير أو في كتابة، نعم، موضوع التعبير. نعم، يعني يكون قد ازدادت ثروته اللغوية من هذه المفردات بما يخص هذه الوحدة، لأنه يعني لدينا مثلا وحدة الأدب الاجتماعي تختلف عن وحدة الأدب القضايا الوطنية والقومية، عن الأدب المهجري، كل وحدة لها خصوصية. صحيح. نعم، صحيح. تفضل. نعم، تعريف الوحدة متضمن في يعني الآن أنت تعطي مثال الأدب الاجتماعي. نعم، موضوعات الوحدة تعرف من خلال القراءة التمهيدية وما إلى ذلك، كما ذكرت في موضوع التعبير الأدبي تصب المهارات جميعها في النهاية. أطرح أنا الأدب الاجتماعي كمثال. درس القراءة التمهيدية في الأدب الاجتماعي تعريفه هو يضيء على قضايا المجتمع، هو الأدب الذي يعنى بقضايا المجتمع. الأديب الاجتماعي يستمد مادته من المجتمع، يعكسها في من خلال فن طليعي وهو الأدب. هذا الفن ليس مرآة تعكس حرفيا ما هو موجود في المجتمع، بل يضيف إليها الأديب، يطرح الحلول من خلال خبراته ومن خلال تجاربه. طبعا تقصد القضايا الاجتماعية أستاذ نزار هي قضية مثلا الفقر، نعم، الجهل، التشرد، نعم، الظلم إلى آخره. سأتابع. يتعرض درس القراءة التمهيدية في هذه الوحدة إلى الموضوعات التي عني بها الأدب الاجتماعي، ومن أبرزها الجهل والتخلف في الموضوع الأول، حقوق المرأة الموضوع الثاني، حقوق الطفل أو رعاية الطفولة الموضوع الثالث، والموضوع الرابع وهو التكافل الاجتماعي. يعني قبل أن تنتقل إلى نقطة أخرى، يعني بما أنك يعني فتحت موضوع الأدب الاجتماعي، يعني الأدب الاجتماعي هو الأدب الذي يعنى بقضايا المجتمع كما ذكرنا، الفقر، التشرد، الجهل وغير ذلك من هذه القضايا، فيقوم الأديب بتصوير هذه القضايا تصويرا دقيقا طبعا لما له من صلة وثيقة مع المجتمع. صح. نعم. صح. واختلاطه بالمجتمع، ولم يكتفي كما ذكرت، لم يكتفي فقط بالتصوير، وإنما يضع الحلول في صحيح. كثير من الأحيان. نعم. صح. تفضل. للأدب الاجتماعي خصائص وميزات أيضا تعرض لها الدرس التمهيدي، وأبرزها أولا معالجة القضايا الواقعية الحياتية، ثانيا التأثير النفسي، ثالثا الإقناع، ورابعا كما قلنا التأثير النفسي والإقناع وقضايا واقعية حياتية، ونعم هي وضوح المعنى وقرب الفكرة. سأضيء فقط قليلا على وضوح المعنى وقرب الفكرة. ده الأدب الاجتماعي يتعامل مع المجتمع، هذا المجتمع فيه المتعلم والأقل تعليما والأكثر تعليما، لذلك يجب أن يكون الأدب الاجتماعي دائما حريصا على أن تكون معانيه واضحة ولا يخوض في المعاني المستغربة. نعم. إذا آنسة فادية يعني تحدث عن بعض هذه الخصائص، يعني حبذا نوضح أكثر عن هذه الخصائص. هذه الخصائص هي التي تناسب عقل القارئ، وهي التي تناسب الأدب الذي تطرق له الأديب في هذه أو الأدباء في هذه الوحدة. فهذه السمات كما ذكر زميلي، وضوح المعنى وقرب الفكرة، هي لأنها تعالج قضايا واقعية من الواقع، والشاعر هنا يعرض لنا هذه القضية التي عانى منها أبناء المجتمع. أيضا كانت تؤثر في نفس القارئ، كما نلاحظ في قصيدة مروءة وسخاء، كان الشاعر قد أثر في القارئ بشكل كبير عندما عرض لنا قضية الفقر التي كانت تأثر بحالة الفقراء، ونقل هذا التأثر للقارئ لمن تمام. يقرأ هذه الأبيات. أيضا حاول أن يقنعنا بمعالجة هذه القضايا الواقعية، حاول أن يوصل لنا ضرورة وضع الحلول المناسبة للتخلص من خلال هذه القضايا الإقناع المعلل بالحجج والبراهين، بالحجج والبراهين، لأنها تعالج هذه القضايا الواقعية.
نعم، وأيضا هذه هذه القضايا كما قلنا بما أن قضايا اجتماعية، إذن هي قضايا واقعية واقعية موجودة في المجتمع كما ذكرناها، وقام الأديب بنقل صورتها وأيضا وضع الحلول الكثيرة لها. يعني بما أن ذكرنا آنسة فادية المستوى الفني من خلال ذكر المهارات كما تفضلتما بالبداية، درس الطالب الكثير من المهارات خلال العام الدراسي، ولكن نسأل دائما عن الصورة البيانية. يعني دعينا نقف عند الصورة البيانية وهي من المستوى الفني. طيب كيف يتعامل الطالب مع هذه الصورة؟ طبعا طبعا يجب، ونعرض الآن بعض هي العنصر الهام من عناصر المستوى الفني. فيطلب إلى الطالب على سبيل المثال حلل الصورة البيانية واشرح وظيفة من وظائفها. نعم قد تحدد له هذه الوظيفة، فيجب عليه أن يتقيد بهذه الوظيفة وأن يتقيد بالصورة نعم الموضوعة أمامه. فمثلا عندما يطلب إليه حلل الصورة البيانية الآتية: أقام الأسد. يجب نعم أن يقف عند تحليلها تحليلا دقيقا، أن يحدد المشبه وأن يحدد المشبه به إن كان موجودا وإن كان محذوفا، ما هي الأداة التي وجدت، أن يذكر كل أطراف وعناصر هذه الصورة، يعني هناك عناصر أساسية يجب على الطالب أن أن يذكر يذكرها. هذه العناصر ويبين ما المحذوف منها، نعم لأنه تتغير إذا كان نعم تشبيها تسمية أو الصورة حسب نعم المحذوف والموجود. نعم مثلا ذكرت أقام الأسد، فيجب على الطالب أن يذكر على الشكل الآتي: نعم الأسد المشبه، المشبه به محذوف وهو الإنسان. يجب عليه أن يحدد كل ذلك، يجب أن يراعيه الطالب في إجابته. أقى شيئا من لوازمه أقام أو الإقامة على سبيل الاستعارة المكنية. وأحيانا نسأل هل يجب أن نذكر اسم الصورة في بداية الإجابة أم في نهايتها؟ الطالب أينما ذكر الإجابة سينال الدرجة، تمام. أينما وضع الإجابة سينال دعينا الدرجة. نقف عند وظائف الصورة، يعني طبعا كما ذكرتي سمي الصورة، حلل الصورة، سميها، ثم اشرح وظيفة. مثلا لدينا بعض الوظائف التي سنعرضها الآن، يعني مثلا لدينا وظيفة الشرح والتوضيح، المبالغة، التحسين والتقبيح، الإحياء، الإيحاء، إضفاء نفسية المبدع نفسية على الشاعر الطبيعة على الطبيعة. والأشياء. نبدأ مع ذكر بعض الأمثلة عن كل صورة. مثلا يعني لدينا الآن مثلا الشرح والتوضيح، كيف يتعامل الطالب إذا مع وقفنا نعم عند هذه الوظيفة مثلا، نأخذ مثالا يد العسف. بعد أن يحللها الطالب طبعا العسف المشبه، المشبه به محذوف وهو الإنسان، أبقى شيئا من لوازمه يد على سبيل الاستعارة المكنية، نال درجة التسمية مع التحليل. تمام ثم ينتقل إلى ذكر الوظيفة. للوظيفة درجات مختلفة عن تماما تحليله للصورة. فيقول: شرحت الصورة ووضحت معنى وصول الظلم إلى سوريا من خلال تشبيه الظلم بإنسان، فأقنعت المتلقي بصدق المعنى أو بصدق مضمونه. نعم تمام هنا يجب على الطالب أن يراعي المعنى المطلوب من هذه الصورة. كثيرا ما نسأل أيضا: ماذا سنذكر في المعنى؟ المعنى حسب الصورة أو التي أراد، ما هو المعنى الذي أراد الشاعر إيصاله للقارئ من خلال هذه الصورة؟ فيجب على الطالب أن يحسن ذكر المعنى في هذه العبارة أو في هذه الوظيفة. هذه هي الوظيفة الأولى. تماما، إذا هذه وظيفة الشرح والتوضيح. لقد أبنت يا آنسة فادية، يعني والصورة هي يد العسف، ربما بعد قليل نعرض أيضا أمثلة أخرى. صورة لو أخرى انتقلت نعم أيضا إلى مثلا وظيفة أخرى وهي وظيفة الإيحاء. نعم فمثلا الوظيفة الثانية هي وظيفة الإيحاء، وهي من إحدى وظائف الصورة نعم البيانية. على سبيل المثال: وطني جنة. قد يذكر الطالب: أوحت الصورة بدلالات متعددة. يوحى إلى ذهن الطالب عدة دلالات، لما شبه الشاعر الوطن بالجنة. طبعا هذا قد بعد تحليل الصورة، هذا بعد دائما بعد تحليل تحليل الصورة. الصورة ينتقل إلى ذكر وظيفة نعم الوظيفة المطلوبة منه. أوحت الصورة بدلالات متعددة، يأخذ الإيحاء الذي أوحته هذه الصورة،
كالجمال مثلا والخير، أنا ذكرت مثالين في هذه الصورة، ربما يوحى إلى ذهن الطالب إيحاءات أخرى أو يتراود إلى ذهنه أكثر من إيحاء من خلال تشبيه الوطن بالجنة، فأثارت مشاعر الاعتزاز والحب والإعجاب. طبعا ولا يتقيد الطالب بالحرفية كما ذكر الآن، ولكن ربما يعني يذكر بالمعنى هذه المفاهيم من دون التقيد بنمط بحرفية الإجابة. نعم، بنمط معين أو قالب معين. أيضا هناك وظيفة أخرى. نعرض أيضا، لو أتينا إلى الوظيفة التالية، التحسين. أيضا هي من وظائف الصورة البيانية، نأخذ مثالا عليها، عطر الوحدة. عندما يريد الطالب أن يشرح هذه الوظيفة أيضا بعد تحليله للصورة الواردة بين يديه، يقول حسنت الصورة معنى الوحدة من خلال تشبيه الوحدة بالعطر، فسرى في النفس حسن الصورة وجمالها مما أثار مشاعر الإعجاب. تماما، إذن هذا التحسين. هذا بالنسبة للتحسين. أيضا هناك التقبيح أيضا. لو انتقلت إلى أيضا التقبيح. وهذا مثال أيضا، داء الجهل. داء الجهل، قبحت الصورة معنى الجهل من خلال تشبيه الجهل بالداء، فسرى في النفس قبح الصورة والنفور منها مما أثار مشاعر الكره. تماما، إذن التحسين يجذب القارئ إلى ما بين يديه. نأخذ مثالا آخرا، جنة العلم. نعم، سنعرض بعض قليل بعض الأمثلة بالتفصيل أكثر. نعم، نفر من هذا السلوك. تمام، لو أتيت إلى أيضا وظيفة المبالغة. نعم، نأخذ مثالا، الرجل كالبحر في العطاء، بالغ القائل في شرح معنى زيادة كرم الرجل عندما شبه الرجل بالبحر، فجعل المتخيل كالمتحقق، جعلها في الدرجة العليا، لذلك بالغ فيها. نعم، إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. أيضا هي وظيفة مثالاً أخرى من وظائف الصورة البيانية، إضفاء نفسية الشاعر على الطبيعة والأشياء. على سبيل المثال، جسور الزمالك ترقب، نقل الشاعر صورة الجسور من خلال التشخيص عندما شبه الجسور بإنسان فنقل إليه مشاعره فبدا حزينا أو مشتاقا. نعم، الآن لو انتقلت إلى أمثلة أخرى، يعني ربما وردت في دورات سابقة بعضها. نعم، لاحظي مثلا، يعني هنا قال الشاعر بدر الدين الحامد أقام الأسد، تحدثت عنها قبل قليل. نعم، وفارقني الرضا وصوح غصني في الحياة ومالا. طبعا في قول الشاعر أيضا أقام الأسى، نعرض لو سمحت، أقام الأسى صورة بيانية، حللها ثم سميها واشرح وظيفة الشرح والتوضيح فيها. ونحن قلنا ربما وظيفة الشرح والتوضيح يعني ربما تنطبق على الصور جميعها، ولكن بقية الوظائف ربما يعني هناك خصوصية لكل صورة. شرح الصورة، نقول طبعا حتى يتعلم الطالب كيف يشرح الصورة البيانية، شرحت الصورة أو شبه الشاعر الأسى بإنسان يقيم، فحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو أقام أو الإقامة. طبعا الاستعارة مكنية. شرح وظيفة الشرح والتوضيح، شرحت الصورة ووضحت معنى استقرار الأسى في نفس الشاعر من خلال تشبيه الأسى بإنسان، فأقنعت المتلقي بمضمون المعنى وصدقه. أيضا لو انتقلت إلى مثال آخر، يعني كما نلاحظ على الشاشة، قال الشاعر أبو ريشة كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب، في قول الشاعر غبار التعب. طبعا الصورة مأخوذة منتزعة من البيت، صورة بيانية، حللها ثم سميها واشرح وظيفة التقبيح فيها. يعني انتقلنا الآن من الشرح والتوضيح إلى التقبيح. لاحظي المشبه التعب، المشبه به غبار، أداة التشبيه محذوفة، وجه الشبه محذوف، تشبيه بليغ إضافي. وهنا ننوه يعني على الطالب أن يذكر الأداة ووجه الشبه. نعم، نعم. شرح وظيفة التقبيح، قبحت الصورة معنى التعب من خلال تشبيهه بالغبار، فأثارت في المتلقي شعور الكره وأيضا الاستمالة إلى النفور من هذا السلوك.
لو انتقلت أيضا إلى مثال آخر، يعني فقط نحن نعزز كيفية شرح الصورة وأيضا وظيفة الوظيفة الموجودة فيها، يقول الشاعر محمود سامي البارودي: فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق الهمم. أيضا في قول الشاعر: جنة العلم صورة بيانية، حللها ثم سميها واشرح وظيفة التحسين فيها، المشبه العلم، المشبه به جنة، أداة التشبيه محذوفة، وجه الشبه محذوف، تشبيه أيضا بليغ إضافي. شرح وظيفة التحسين نقول: حسنت الصورة معنى العلم من خلال تشبيهه بالجنة، فأثارت في المتلقي شعور الحب والإعجاب والاستمالة إلى سلوك طلب العلم. لو انتقلت أيضا إلى صورة أخرى، في قول الشاعر سليمان العيسى: تعبت والسيف لم يركع، ومزقني ليلي وأرضي، صلاة السيف لم تزلي. في قول الشاعر السيف لم يركع أيضا صورة بيانية، حللها ثم سميها واشرح وظيفة إطفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء فيها. طبعا نحلل هذه الصورة، نقول تفضلي. إذن المشبه السيف، المشبه به محذوف وهو الإنسان، أبقى شيئا من لوازمه لم يركع. تمام. على سبيل الاستعارة المكنية نال الطالب هذه الدرجة. بالنسبة لإطفاء نفسية الشاعر على الطبيعة والأشياء، شخص الشاعر السيف حيث أطفى عليه، أو من حيث أطفى عليه صفات الإنسان، أو من خلال التشخيص، فبدأ الشاعر شامخا رافضا الاستسلام، رافضا الركوع. تمام، يعني شخص الشاعر السيف حيث أضفى عليه مشاعر الفخر والاعتزاز، فبدأ كالشاعر شامخا. طبعا المقصود به السيف. نعم. فبدأ كالشاعر شامخا متحديا رافضا الاستسلام والخضوع. وأيضا في الجملة التالية ربما شرحناها قبل قليل، يعني يكفي بهذا القدر بشرح الصورة. إنما ذكرت هذه. نعم. الأشياء لندل على أنه لا يجب على الطالب أن يتقيد بالحرفية الموضوعة. تماما، يعني يجب عليه ابتعاد عن القوالب. نعم. عن بالفراغات. نعم. 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 أن يبدع في إيصال وظيفة الصورة، إن كانت شرح وتوضيح، وإن كانت أي وظيفة من وظائف الصورة البيانية الأخرى. تماما. أعود لك أستاذ نزار، يعني الآن حضرتك يعني تفضلت وتحدثت كيف نتعامل مع القراءة التمهيدية. بعد القراءة التمهيدية أيضا ذكرنا من خلال بداية هذه الندوة الحوارية، تحدثنا عن النصوص أيضا، أنه على الطالب أن يقرأ هذه النصوص ويفهمها. كيف الطالب يتعامل مع هذا النص؟ يعني طبعا خلال العام الدراسي تعاملنا مع النصوص من خلال المدرس في الصف، حللنا النص، أجبنا عن الأسئلة الموجودة في نهاية الدرس. الآن كيف يقرأ الطالب هذه النصوص؟ تفضل. يعني أود أن أشدد في البداية على القراءة الصحيحة. تمام. أنت لن تستطيع أن تجيب ولن تستطيع أن تفهم إذا لم تكن تقرأ بشكل جيد. إذن القراءة الصحيحة هي مدخل لفهم النص. طبعا بالبداية أستاذ نزار، عفوا للمقاطعة عذرا، يعني يجب أن يعرف اسم الشاعر. نعم. وأيضا عنوان القصيدة. نعم. سأضيف. جنسية الشاعر يتحدث. نعم. ولو بشيء بقليل، يعني يفهم شيء قليل عن الشاعر، عن حياته، عن جنسيته. نعم. أين. نعم. تنقل، أين استقر، إلى آخره. سأضيف. القراءة الصحيحة أنا أود التشديد عليها، وأود أن أنبه طلابنا جميعا إلى أهميتها. لا بد لك أن تقرأ بشكل جيد. طبعا أي نص شعري عندما يصبح النص في متناول اليد، علي أن أنتبه كما ذكرت حضرتك إلى اسم الشاعر، جنسية الشاعر. نعم. نبذة عن حياة الشاعر في البداية، ثم أقرأ قراءة للنص، قراءة صحيحة، مع الوقوف على الكلمات الغريبة وشرح مفرداتها وشرح معانيها. نعم. عندئذ سيتكون لدي فكرة عن هذا النص، وسأستطيع الإجابة عن أسئلة المطروحة على هذا النص. سأطرح مثالا على ما أقول نص قوة العلم، وهو للشاعر محمود سامي البارودي، وهو شاعر. نعم. مصري. أضاء هذا النص على أهمية العلم وعلى دور العلم في رقي وتقدم الأمم. ينطلق النص في البيت الآتي: بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم.
مثال سطرح على الكلمات الغريبة، ما معنى شوكة الأمم هنا الواردة في هذا البيت؟ شوكة الأمم قوة الأمم، تقدمها وحضارتها. إذا يجب أن نضيء على الكلمات الغير مفهومة. الطالب طبعا لدينا معاني نعم يعني شرح المفردات معجمي وسياقي يعني نعم إنه من خلال البيت يعني يجب على الطالب أن يفهم سياق الكلمة أو معنى الكلمة من خلال سياقها ومعناها السياقي هو الأهم. تمام. إذن يجب أن نفهم الكلمة ضمن محتواها أو ضمن وجودها ضمن النص. ينتقل الشاعر في البيت الآتي: كم بينما تلفظ الأسياف من علق وبينما تلفظ الأقلام من حكم. يوازن الشاعر في البيت الثاني بين القلم وبين السلاح، بين العلم وبين السلاح، تنتج العلوم التقدم والحضارة، والسلاح ينتج يراقب الدماء، إذن سفك الدماء. الفارق نعم. كبير جدا بين ما ينتجه العلم وبين ما ينتجه السلاح. البيت الثالث: لو أنصف الدهر نعم كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دم. نعم. المفاضلة بين الناس هي بالعلم، نعم، هو أكثر علما وليس بالقتل. ثم يتضمن النص الدعوة إلى العلم والسير في طريق العلم: فاعكف على العلم تبلغ شأو منزلة، بالفضل محفوفة بالعز والكرم. إذن لاحظ أن العلم هو سبيل المنزلة السامية في الحياة، طريق العلم. هنا دعوة إلى العلم: اعكف على العلم، سير في طريق العلم. ينتقل الشاعر: فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق الهمم. هل يكفي أن تسير في طريق العلم؟ الجواب: لا يكفي، عليك أيضا أن تكون صادقا في همتك، مثابرا ومتابعا. فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا للعلم، فهو مدار العدل في الأمم، شيد المدارس فهي الغرس، إن بسقت أفنانه أثمرت غضا من النعم، مغنى علوم ترى الأبناء عاكفة على الدروس به كالطير في الحرم. ثلاثة أبيات تتضمن فكرة واحدة، وهي الدعوة إلى العلم والدعوة إلى السير في طريق العلم. نعم، يعني لو دخلنا بتفاصيل هذه الأبيات، يعني عندما يقول الشاعر شيد المدارس فهي الغرس إن بسقت أفنان وأثمرت غضا من النعم، يعني هنا يدعو إلى بناء المدارس لما لها من دور في تعليم الأجيال. أيضا ينتقل ويقول مغنى علوم ترى نعم. الأبناء عاكفة، يعني هذه المدارس هي نفسها هي مغنى علوم، يعني المكان نعم. الذي يأخذ فيه الطلاب ويقبلون كما نلاحظ من خلال هذا البيت يقبلون بإرادتهم نعم. على العلم. يكمل الشاعر في نصه: يجنون، أشرنا إلى هذا البيت، يجنون من كل علم زهرة، يتابع قوم بهم تصلح الدنيا إذا فسدت، ويفرق العدل بين الذئب والغنم، وكيف يثبت ركن العلم في بلد لم ينتصف فيه للعلم من عالم. إذن أشار الشاعر في البيتين الآخرين إلى أهمية العلم في تحقيق العدل في المجتمعات. إذن العلم هو طريق تحقيق العدل في المجتمع. أي المجتمعات لا تقوم، كل المجتمعات تحتاج إلى إقامة العدل فيها، فكيف الطريق إلى إقامة هذا العدل؟ هو من خلال العلم. نعم. قوم بهم تصلح الدنيا إذا فسدت، ويفرق العدل بين الذئب والغنم. يعني الآن أنا سألتك أستاذ نزار، يعني الآن أنت تشرح هذه القصيدة، ولكن كيف يتعامل الطالب مع هذه المفردات التي ربما قد درسها سابقا؟ يعني الآن كيف يحضر وكيف يعيد الدراسة؟ يعني أنت الآن تقول قوم بهم تصلح الدنيا إذا فسد، يعني يجب أن الطالب يدخل إلى أعماق البيت أكثر من ذلك، إنه هؤلاء الطلاب الذين تخرجوا من مدارسنا أو حصلوا على علوم متنوعة الآن أصبحوا أفراد في هذا المجتمع، نعم. فدورهم هو محاربة الفساد أو الدعوة صحيح. إلى إصلاحه صحيح. أيضا ويفرق العدل بين الذئب والغنم، يحققون العدالة بين الظالم والمظلوم. أيضا عندما يقول وكيف يثبت ركن العدل في بلد لم ينتصب به للعلم من علم، يعني صحيح. كيف تتحقق العدالة إذا لم يكن العلم قائم في هذا صحيح. الوطن صحيح. يعني الآن أنا السؤال الذي أركز عليه يا أستاذ، كيف يدرس الطالب هذه النصوص علينا. يعني من خلال مراجعته، يعني هل يعود إلى ما كتبه ما قرأه سابقا؟ يعني الآن نحن سنرسم خطة لهذا الطالب الآن كيف يقرأ وكيف يحضر.
أنا كما قلت دكتور، علي على الطالب أن يقرأ بشكل صحيح أولا، أن تماما، يفهم المعاني بشكلها الصحيح ثانيا. يعني لا ننسى أنه يعني يركز في سيستخدم، البداية على القراءة الصحيحة. نعم طبعا نعم القراءة الصحيحة تقود إلى ثانيا الفهم الصحيح. الفهم الصحيح، ثانيا يحفظ المعاني، الشاهد الكلمات الجديدة نعم وفق سياقها في ضمن البيت البيت. الشعري نعم صحيح. ولا ننسى يعني الطالب سيستخدم هذا البيت في التعبير الأدبي، إذا عليك أن تجيد، عليك أن يكون يحدد لديك فكرة مهارة. البيت. نعم، نعم ستعرف فكرة البيت وستعرف كيف ستناقش فكرة البيت وكيف ستشرح، كيف ستوظف ما فهمته ضمن التعبير الأدبي، وهذا أيضا مهم جدا. تماما، يعني اريد ان اعقب على نقطه. يعني ربما طالب العلم يقول انا لا ياتي في الامتحان شرح بيت، ولكن هو من المفترض ان يفهم هذا البيت. يقول الشرح ياتي للفرع الادبي، نعم ولكن الفرع الادبي ياتيه سؤال اشرح البيت، شرح مستقل تتبعي، شرح صحيح، تتبعي، نعم ولكن من المفترض ان افهم هذا البيت. فانا عندما افهم هذا البيت واشرحه بيني وبين، انا قادر عن الاجابه عن اي سؤال، سواء كان اختيار من المتعدد، سواء كان صحيح سؤال صحيح فكري، اي سؤال. نعم يعني حتى دلالات الافعال التي سنتحدث بعدها قليل، حتى وظائف شرح وظائف الصوره، كله يعني يعتمد على الفهم صحيح، فهم للبيت. النص بشكل نعم صحيح وفهم البيت. تمام، ينتهي النص في الفكرة الأخيرة، وهي تكامل العلم والأخلاق في تخليد ذكرى الإنسان. البيت الأخير: لولا الفضيلة لم يخلد لذي أدب ذكر على الدهر بعد الموت والعدم. إذن الأخلاق والعلم يتكاملان مع بعضهما في تخليد نعم ذكرى ارتباط الإنسان بعد الأخلاق الموت. نعم، بالعلم. ارتباط العلم والأخلاق في تخليد تمام ذكر الإنسان بعد الموت تمام والفناء. هل لديك تعقيب آنسة فادية قبل أن أطرح عليك سؤال؟ ذكر زميلي بأنه يجب، هذا ما كنت سأذكره، على الطالب أن يحسن توظيف أو أن يضع نفسه بأن هذه الفكرة أو فكرة البيت ستأتي في أي نص من نصوص المواضيع الأدبية، لأن بعض الطلاب يسألون هل لكل وحدة موضوع خاص بها؟ لا، فأي فكرة، أي فكرة من فكر النص التي يقرأها الطالب أو التي وضعت في هذا الكتاب هي ممكن أن تكون فكرة في الموضوع الأدبي، فعليه أن يحسن قراءة هذه الأبيات مع فهم معانيها، ليحسن أيضا استخلاص الفكرة. نعم شرح الفكر في، لأن هذا فهمه العام للنص يساعده أيضا على شرح الفكر الموضوع بين يديه في الموضوع الأدبي. فاللغة العربية متكاملة، نعم سواء كانت تعتمد على النصوص الأدبية أم تعتمد على قواعد اللغة أم تعتمد على المستوى الفني، الكتاب متكامل، كل سؤال وضع فيه يخدم المعنى ويساهم في إبراز المعنى ويخدم في الموضوع الأدبي. يعني لحد الآن نحن ذكرنا مهارة القراءة الصحيحة، نعم من ثم مهارة أيضا الفهم، حتى الفهم والقراءة الصامتة أيضا كلها عبارة عن مهارات تقودني إلى الفهم نعم الصحيح. طيب من ذلك أنطلق معك آنسة فادية، أيضا يعني نذكر المستوى التركيبي أحيانا. نعم، إيه؟ فوائد نعم الجمل ماذا ماذا والأفعال. ماذا نعني بالمستوى التركيبي؟ فوائد الجمل نعم والأفعال ولما استخدمها الكاتب أو الشاعر، ينوع الشاعر نعم في تمام نصه بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية، فلما اعتمد على هذه الجمل ولما اعتمد على هذه الأفعال ولما اعتمد على بعض المشتقات كالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولما استخدم الأسلوب الخبري ولما استخدم الأسلوب الإنشائي، كل ذلك يخدم المعنى، طيب يساهم الآن في خدمة سنعرض بعض المعنى. نعم نعم سنعرض على الشاشة بعض الأمثلة على ذلك. مثلا في قول الشاعر بدر الدين الحامد: نعم صدقوا إني محب متيم، ولا بدع أن دمع المتيم سال. نعم نعم، هنا استخدم الشاعر الفعل الفعل صدقوا الماضي صدقوا. لنقف عند الفعل الماضي مثلا، ما دلالة الفعل الماضي؟ هنا يجب على الطالب أن يذكر الدلالة مع المعنى، تمام مع المعنى، بعد أن يذكر الدلالة ينال عليها درجات والمعنى له درجات. فبعض الطلاب يقولون بأن فائدة الفعل الماضي هي تحقق وتأكيد وقوع الفعل، يكتفي بذلك، يعتقد بأنه سينال الدرجة، هو لن يأخذ هذه الدرجة كاملة وسينال أجزاء من الدرجة. يعني لدينا تسمية أولى، نعم التسمية الأولى هي ومن ثم فائدة نعم استخدام حتى الماضي. نتم الإجابة نأخذها من المعنى. المعنى إذا تماما عدنا إلى المعنى، تماما عدنا إلى المعنى المطلوب. صدقوا مثلا،
تحقق وقوع الصدق في الأقوال. تمام. نعم صدقوا إني محبون. نعم صدقوا تحقق وقوع الصدق في الأقوال فيما قاله الناس عن الشاعر. نعم إذن نعم. نلاحظ مثلا الدلالة على تحقق الصدق ونفي الشك في حدوثه أو نعم. تحقق معنى الصدق أو تحقق الفعل وثبات وقوعه أو تحقق الصدق في الحب. إذا لدينا أكثر من إجابة دلالة. يعني نعم. حتى هنا لا نقيد الطالب بإجابة واحدة. لو أخذت المثال آنسة فادي المثال آخر يقول الشاعر محمود سامي قالوا فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا للعلم فهو مدار العدل في الأمم. نعم. أيضا أفاد استعمال الجملة الإسمية هو مدار العدل. نعم الثبات والاستقرار. تماما الجملة الإسمية تفيد في ثبات واستقرار. فمثلا عندما ذكر الشاعر هو مدار العدل أكد أو دلت على ثبات واستقرار نظرة الشاعر إلى العلم بأنه أساس العدل أو نعم. أثر العلم في نشر العدل. تمام. أيضا المعنى إذا أورده الطالب بعبارته بصياغته ينال عليه الدرجة، ولكن يجب أن يبدأ بالثبات والاستقرار. أيضا هنا نذكر إجابتين. نعم نعم الدلالة على ثبات أن العلم مصدر العدل واستقرار ذلك وديمومته. نعم. أيضا أو ثبات استقرار معنى أن العلم مصدر العدل. العدل. وكما أو أثر يعني العلم في ربما العدل. نعم ربما أكثر من نعم. إجابة. لو أخذت أيضا إلى نوعنا بالأمثلة أيضا يقول الشاعر محمود سامي البارودي بقوة العلم تقوى شوكة الأمم في الحكم في الدهر منسوب إلى القلم. أيضا نعم. لدينا الفعل المضارع تقوى. تقوى. نعم. ما الفعل دلالته؟ المضارع هنا دلالته يدل على التجدد والاستمرار. نعم التجدد والاستمرار تجدد واستمرار قوة الأمة بالعلم. تمام إذا تجدد قوة الأمم نعم واستمرارها أو استمرار قوة الأمم إلى آخره كما تفضلت. أيضا نأخذ مثال آخر يعني ننوع نحن في الأمثلة. نعم. عندما نقول مثلا أيار قول الشاعر سليمان العيسى أيار ما همت الأسماء واحدة على الطريق حكاية الدم البطل. نعم لدينا الآن أفاد استعمال الصفة المشبهة البطل الواردة في البيت السابق الدلالة على ماذا؟ ثبات الصفة في الموصوف. تمام الصفة إذن المشبهة الصفة هنا هي صفة البطولة. نعم في الموصوف وحسب الصفة الموضوعة بين يدي الطالب. البطل مثلا ثبات صفة البطولة. نعم. والشجاعة أو ما في معنى ذلك حسب المعنى المراد من هذه الكلمة. نعم نرى يعني هنا الدلالة على ثبات البطولة واستقرار والاستقرار والديمومة أو ثبات أو استقرار أو ديمومة البطولة صفت. في الشهيد. نعم. وكما ذكرت ممكن نأخذ أي إجابة أخرى بالمعنى حسب المعنى المطلوب نفسه. إذن هذا هو المستوى التركيبي يعني بعض الأمثلة بعض من نعم على ذلك. نعود لك أستاذ نزار أيضا هناك سؤال يعني قيمة وسنعرض بعض الأمثلة على ذلك. كيف يعني يستخرج الطالب القيمة الموجودة في قصيدة أو في بيت يعطى له ولدينا بعض الأمثلة تفضل. يعني سؤال القيمة هي من الأسئلة التي يشعر كثير من الطلاب أنها من الأسئلة الصعبة، لكن سؤال القيمة يكاد يكون من أوضح الأسئلة. يعني القيمة يمكن استنتاجها الآن سأعرض بعض الأمثلة بشكل نعم. نعم بشكل بسيط وبشكل سهل من أي تمام. النصوص وهي تكون مثلا سأطرح أيضا مثالا أنا سأعرض بعض الأمثلة مقول نعم. قال الشاعر بدر الدين الحامد نعم صدقوا إني محب متيم ولا بدع أن دمع المتيم سالة. نعم نعم القيمة الموجودة في هذا البيت يعني كما نلاحظ حب نعم. المحبوبة يعني قيمة الحب حب المحبوبة هي القيمة البارزة في هذا البيت. طبعا هناك بعض يعني أكثر من إجابة يعني حتى الطالب لا نقيده أيضا بإجابة واحدة. فعندما نقول مثلا القيمة هنا الحب أو نعم. كما تفضلت حب المحبوبة أو تقدير الحب أو تقدير حب المحبوبة أو الصدق في الحب أو تقدير الوفاء أو الوفاء للمحبوبة نعم أو نعم. تقدير التعلق بالمحبوبة. إذن كل هذه الإجابات صحيحة يعني المجال واسع أمام جداً. الطالب سؤال يعني حتى لا يقف عاجز أمام تماماً استخراج يعني القيمة. سؤال القيمة سؤال واسع جدا بإمكانك أن تصب فيه أيضا. نعرض مثال آخر نعم. يقول الشاعر محمود سامي البارودي فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا للعلم فهو مدار العدل في الأمم. أيضا ما القيمة الموجودة في هذا البيت؟ القيمة الموجودة في هذا البيت هو تقدير العلم.
تقدير العلم، تقدير السير في طريق العلم، الدعوة إلى العلم، ضع ما شئت كقيمة في هذا. أيضا هنا بما أنه يتحدث عن العدل، أيضا ممكن نقول نحن تقدير العدل، أو تقدير العدل أيضا صحيح، أو حتى ربما نتوسع أكثر نقول الغيرة على الوطن وأبنائه. إذن تقدير العلم صحيحة، تقدير أهمية العلم أو أهمية العلم أو تقدير العدل أو الغيرة على الوطن. أيضا مثال آخر، آخر مثال أستاذ نزار، قال الشاعر أبو ريشة: نحن من ضعف بنينا قوة، لم تنل للمارج الملتهب. أيضا القيمة الموجودة في هذا البيت. نعم، نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب، هنا تقدير قوة الشعب. نعم، هنا في هذا البيت فهي أيضا قيمة واضحة. أيضا تريد أن تقول تقدير حب الوطن، تقدير الدفاع عن الوطن، تقدير أيضا في بطولي. نعم، إذا نعم بعض هذه صحيحة، كل هذه القيم صحيحة ضمن هذا البيت أيضا. نعم، كما هو موجود تقدير البطولة. نعم، بطولة أيضا، تقدير القوة صحيح، أو تقدير النضال، أو تقدير التحدي، أو تقدير المقاومة، أو الإصرار على النضال، أو رفض الاستسلام، أو تقدير قوة الإرادة، أو الدفاع عن الوطن. كل هذه القيم أيضا يعني صحيحة في ضوء هذا البيت. تمام، هل لديك تعليق أنسة فادية؟ تفضلي. نعم دكتور، أريد أن أنوه إلى أننا نسأل أحيانا: هل تبدأ الفكرة أو القيمة بالدعوة؟ الدعوة هي فكرة، فيجب أو نسأل من قبل بعض الطلاب كيف نميز بين الفكرة والقيمة. القيمة هي ما أراد الشاعر أن يوصله للقارئ، ما هي المعنى أو ما هي الهدف من هذا البيت الذي أورده. يعني ربما يكون سلوك. نعم، يريد أن يعني ينقله لنا الشاعر. نعم، يريد أن ينقله لنا ويريدنا أن نقوم نحن بفعله. فمثلا عندما نقول تقدير، يجب علينا أن نقدر. هو عندما عرض لنا مثلا تضحيات أبناء الوطن أو بطولة أبناء الوطن أو قوة أبناء الوطن، عندما قال نحن من ضعف بنينا قوة، هو أراد منا أن نقدر هذه البطولة، أن نقدر القوة. إذن القيمة هي ما المعنى المستفاد أو ما السلوك الذي يريدنا الشاعر من خلاله. أما الفكرة فهي الفكرة التي دار حولها البيت المطروح. تماما. إذن هنا أريد أن أنوه إلى ذلك، القيمة لا تبدأ بكلمة دعوة. نعم. أيضا أستاذ نزار، يعني كون تفضلت وبدأت بقصائد وحدة الأدب الاجتماعي، يعني هناك من يسأل توضيح قصيدة المشردون. نعم، يعني حبذا ولو يعني نوضح ما فيها لو سمحت. يعني قصيدة المشردون قصيدة أضاءت على واقع التشرد الذي يعيشه الكادحون. نعم، ظاهرة اجتماعية، وهي ظاهرة التشرد وظاهرة الفقر. نعم، الموجودة في المجتمع. الشاعر هو أدونيس، وهو شاعر سوري. بدأ نصه المشردون في أول العام الجديد: قالت لنا آهاتنا، قالت لنا شدوا الرحال إلى بعيد، أو فاسكنوا خيم الجليد، فبلادكم ليست هنا. أراد أدونيس في هذا المقطع أن يصور يأس الكادحين وحزنهم. يعني دعني أقاطعك أستاذ عزم، يعني هنا لو أنا قارنت بين قصيدة المشردون وقصيدة مروءة وسخاء، يعني هذه تتحدث عن الفقر. نعم، وهذه أيضا تتحدث عن الفقر. يعني دعنا نقول هناك الفقر، يعني كما وضح لنا الشعر، من القضاء والقدر. نعم، لكن هنا الفقر نتيجة ما تعرض له هؤلاء. نعم، الكادحون، من ظلم، من سلب لخيراتهم أو من جهد عملهم. نعم صحيح. هذا في المقطع الأول صور لنا اليأس الذي عاشه هؤلاء الكادحون. يعني هنا حتى نوضح أكثر، يعني هنا وقعوا أمام خيار، إما الرحيل أو أن البقاء ويرضوا بما هو موجود بالواقع. شدوا الرحال إلى بعيد أو فاسكنوا خيام الجليل. نعم، خيارين لا ثالثة لهما في هذا المقطع. انتقل في المقطع الثاني إلى التعريف بهم. من هم هؤلاء الكادحون؟ نعم، نحن الذين على الدخيل تمردوا. طبعا الشاعر هنا يعني يتحدث بلسان وكأنه واحد منهم بلسانهم. بلسانه.
نحن الذين على الدخيل تمردوا فتهدموا وتشردوا. من بشرح المفردات؟ الدخيل هو المستعمر. إذا هؤلاء الكادحون هم من ثاروا على المستعمر، هم من وقفوا في وجه المستعمر، ومع ذلك حصدوا نتيجة وقوفهم في وجهه. ما هي؟ تهدموا، تشردوا، طالبوا، أكل الفراغ نداء، لا مجيب لندائه، لا مجيب لكل طلباته، مشى الأمام وراءه، انعكست الحياة، نعم، وانعكست الحياة بهم إلى الخرب. صور لنا الشاعر مظاهر التشرد في المقطع الثاني. متشتتون، مضيعون على الدروب، صفر السواعد والقلوب. نعم. صفر السواعد، لا عمل، لا مال، لا شيء، لا يملكون شيء، لا يملكون شيئا. نعم. صفر القلوب، لا أمل في أن تتغير هذه الحال. إذن مظاهر معاناة الكادحين: التشرد والجوع والغطاء وغير ذلك. إذن متشتتون، مضيعون على الدروب، صفر السواعد والقلوب، وما إلى ذلك. المقطع الأخير ننتقل إليه سريعا. يعني قبل أن ننتقل إلى المقطع الأخير، يعني فقط أعقب، يعني هنا يصور الشاعر معاناة هؤلاء الكادحين. نعم. يعني أصبحوا مشردين في كل مكان. يعني نعم. همهم الوحيد هو البحث عن صحيح. لقمة العيش، عن غطاء يأويهم، حتى أن الأمل قد غاب واختفى من عيونهم. نعم نعم، وغاض واختفى نهائيا. إذن تشتت وضياع وفقر وجوع ولا أمل. نعم. طيب، أمام هذا الواقع ما هو الحل؟ إذن هذا ما أريد أن أقف عنده. يعني نحن قلنا في البداية أن الشاعر في الأدب الاجتماعي، نعم، يضع غالبا الحلول. صحيح. صحيح. إذن هنا حل، ولكن حل ربما يكون ثوري. يكون حلا ثوريا. نعم. نعم. هو كما ذكر الدكتور، صور المشكلة، وضحها لنا، وعكسها لنا، والآن سيطرح الحل، وهو هنا فعلا حل ثوري. نعم. بدأ الشاعر في: أقلوبنا رفقا بنا لا تهربي، وتقحمي عنف المصير، في الجوع في اليأس المريض. إذن تمسك في الأرض. الخياران المطروحان في بداية النص رفضهما الشاعر كليهما: ترك البلاد، لا، السكوت والرضا بالواقع أيضا لا. إذن لابد من حل ثوري، وهو التمسك بالأرض ومواجهة هذا الواقع السيء. نعم. إذن يدعو الشاعر هنا إلى نعم مواجهة هذا المستغل، هذا المستعمر، نعم، والمواجهة من أجل الجوع، البقاء. أو نعم. البقاء، أو أيضا التمسك بالأرض. نعم. صحيح. فيقول: من أرضنا طلع النضال. نعم، من أرضنا طلع النضال، ابتزازنا بالنضال. نعم، أنه من أرضنا، ستتحدث الأجيال، أنا من أرضنا، نعم، خرج النضال لمواجهة هذا المستعمر. التاريخ نعم. سيكتب، سيدون أن هذه الأرض أخرجت من واجه هذا المستعمر ورفضته وأمنت أو تفاءلت بمستقبل أفضل للأجيال اللاحقة فيما بعد. نعم نعم. هل لديك تعليق قبل أن نعلق ختاما؟ ذكر عن القصيدة، لا تعليق عن القصيدة، وإنما هناك هل من ملاحظات، توجيهات لطلابنا؟ نعم، لطلابنا الأعزاء. نعم. الذين هم الآن في أمس الحاجة للدعم النفسي. تمام. يجب عليهم أن ينهوا حفظ الشواهد المناسبة للموضوع الأدبي. بعد أن ذكرنا في بداية الحلقة أنه يجب عليه أن يبدأ بالقراءة التمهيدية، وأن يفهم معاني النص، وأن يحسن تطبيق بعض المهارات والقواعد وقواعد اللغة، وأن يحسن الإعراب، إعراب هذه القصائد. يجب عليه أن يحفظ الأبيات المناسبة للشواهد الشعرية التي تأتيه في الموضوع الأدبي. حسب الفكرة هو من المفترض يعني أن يكون قد حفظ الطالب يعني خلال العام قد الدراسي. خلال عامه. نعم. ولكن يجب عليه الآن إعادة. نعم. الآن إعادة. يثبت هذه المعلومات التي قرأها أكثر. نعم. أيضا دروس القراءة والمطالعة يجب أن لا يغفل عنها. تماما. فدائما تكون، وخاصة عند طالب العلمي، يؤجلها إلى ما بعد. نعم. ولكن يجب عليه الآن أن يكون قد أنهى دراستها.
يعني أنا فقط أؤكد نعم. يعني لا نقول أن الوقت قد انتهى أو قد فاتني الوقت لما ينتهي الوقت. نعم يعني ربما على الطالب أن يضع برنامجا يعني يتقيد به يتجاوز كل هذا التقصير ولكن وفق خطة مدروسة. أيضا كل بيت من أبيات القصيدة إذا ورد لديه سؤال قواعدي الطالب الطالب دائما مبدع، قد يستخرج من البيت عدة أسئلة قواعد تناسب القواعد. فمثلا قد يرد لديه سؤال قواعد عن الأسماء الخمسة، ارحم أباك مثلا، ما إعرابها، يحسن تطبيق القواعد التي تناولها أثناء العام على هذه القصائد، فستكون القراءة سريعة لهذا المنهاج. قبل أن نختم يعني على الطالب أن يدرس هذا الكتاب من القراءة التمهيدية إلى النصوص الموجودة، مداخل النص، أيضا حتى الأسئلة التي تزيد في تحليل النص الموجودة سواء كانت بالمستوى الفكري أو المستوى الفني. أيضا هناك بعض الأسئلة التي تتعلق بالقواعد كما ذكرت، والقواعد موجودة يعني هي تذكير في نهاية الكتاب بالإضافة، بالإضافة إلى المطالعة الموجودة في نهاية كل وحدة وفي نهاية هذه الندوة الحوارية. لا يسعني إلا أن أشكر زميلي الأنسة فادية قمر الدين المدرسة في تربية حماة والأستاذ نزار علي المدرس في تربية طرطوس، شكرا لكما مع الشكر اللاذقية مع الشكر الموصول لكل من كان معنا في إعداد هذه الندوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.